الأشجار وملأت الجيوب، وبعدين حشت المعطف بالأحجار ومشت بهدوء، ومشت بهدوء إلى النهر حتى غرقت وتركت نفسها إلى الأعماق وماتت. وكتبت رسالة لزوجها. يقال إن ما كتبت إلى زوجها يعتبر من أجمل مقطوعات الحزن والتوديع في اللغة الإنجليزية ليومنا هذا. أنا عندي هي بس بالإنجليزي، ما هل تبغون أقرأها لكم بالإنجليزي ولا أترجمها عطوا بالعربي باللغتين؟ تقول I feel certain، تقول زوجها لقيت ورق I feel certain I'm going mad again. I feel we can't go through other of those terrible times and I shan't recover this time. I begin to hear voices and I can't concentrate. So I am doing what seems to be the best thing to do. You have given me the greatest possible happiness. You have been very way all that anyone could be done. I don't think two people could have been happier till this terrible disease came. I can't fight any longer. I know that I am spoiling your life, that without me, you could work. I know that he will. You see, I can't even write. I can't even write this properly. I can't read. What I want to say is I owe all the happiness of my life to you. I want to say, you have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that everybody knows. If anybody could have saved me, if anybody could have saved me, it would have been you. Everything has gone from me. But the certainty of your goodness is there. I can't go on spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been. Victoria. فتقول لي أنا متأكدة أني أنا أتجه إلى جرف الجنون، وأعتقد أننا نستطيع أن ننجح هذه المرة في التخلص من هذه الأوقات الرهيبة التي أعاني منها، وأنني هذه المرة لن أشفى مطلقا. فلقد بدأت أسمع أصواتا ولم أعد أستطيع التركيز كما كنت، لذا أنا سأعمل ما رآه صالحا لكلينا. لقد أعطيتني أعظم سعادة تقدم من شخص إلى شخص. لقد عشنا كأعظم اثنين ذاق طعم السعادة في هذه الدنيا. حتى جاءني هذا المرض الرهيب ولم أستطع المقاومة أكثر. أنا أعرف أنني أفسد عليك حياتك، ولما أموت ستستطيع أن تعمل وأن تستمر في الحياة. أشكرك على كونك صبورا معي طول هذه المدة، وتحملت مني ما يتحمله أحد ولن يتحمله أحد. وأعتقد لو كان في إمكان أي شخص في هذا العالم أن ينقذ حياتي ويعيدني من جديد كما كنت لكان أنت. لم أستطيع الاستمرار في الحياة، لا أستطيع، ولا أستطيع نفس حياتك أكثر، ولا أعتقد أن اثنين عاشا سعيدين كما كنا أنت وأنا. محبتك فيكتوريا. يقال أن هذا من أعظم القصص، من أعظم وسائل التوديع التي عرفها الإنسان.
لما كنا نتكلم عن داروين وجدت كتاب على فكره اللي بيقرا يعني الجزء الاخر من داروين. داروين قال الحياه تتطور والحياه تتغير، لكن في كتاب اخر ظهر والحقيقه يعني ازعج كل الداروينيين في الارض، وهو اللي فعلا يعني كان رصاصه الرحمه اللي اطلقت على نظريه داروين. والكتاب اسمه داروينز بلاك بوكس، صندوق داروين الاسود. الكيمياء الحيويه البايوكيمستري ما عرفت في الخمسينيات وطورت في الخمسينيات، واثبتت شيء جديد اسمه الموليكيولمز اللي هي الجزئيات اللي تكون الخليه. الموليكيولمز الجزئيات هذه هندسه عظيمه لا يمكن ان تنشا من ذاتها، اثبت العلم انها لا يمكن تنشا بذاتها، لان توافقها الهندسي والتكويني والتراكمي يجب ان تكون ذات صيغه واحده مستمره متباينه من الابدي، من الازلي الى الابد. فاثبت البايوكيمستري علم الاحياء الكيمياء الحيويه ان الاشياء ما تبدا حتى بالخليه ولا تبدا بالانسجه، انما تبدا بال وهنا الدقه، وهنا عشان كذا كانوا يقولون ان داروين كان نايف او كان ساذج، لانه كان داروين ياخذ الخوف، كان ياخذ مثلا قدم حصان وقدم بغل مثلا وياخذهم ككل ويصفهم، كانت هذه الطريقه غير صحيحه. مع البيوكيمستري حالة الاشياء لجزئياتها، مش الخليه الى الجزئيات اللي تكون الموليكيولز اللي تكون كل الاشياء الحيه اللي موجوده. وكانت هذه فعلا هي رصاصه الرحمه اللي، وما كان طبعا داروين في عنده في ذاك الوقت البيوكيمست، ويمكن لو عاش داروين واحد قال له عن الاشياء هذه لكان تغير رايه. أيصح أن أتكلم عن كتاب نسيت واضعه وأضعته ولكن جعلني أتعلق بحركة الفلك وسيرة العلماء الذين حركوا التاريخ؟ إنه كتاب عن غاليليو، كتاب قرأته عن غاليليو، بحثت وفيه في كل مكان على الأرض ما لقيته. واحترت يا جماعة أقول الجماعة ولا ما أقول؟ وقال لي واحد تعال أنت تكذب. يعني أنت قد أكون كاذبا وقد أكون صادقا، أنا ما عندي دليل. لكن الكتاب قرأت وكان شيء مدهش، حياة لم نعرفها عن غاليليو. يسمونه في الإيطالي غاليلي، احنا نسميه غاليليو. وغاليليو هو الشخص اللي اكتشف أن نظرية أيضا أرسطو في تحرك في سقوط الأجسام غير صحيحة. يعني ونرجع لجين دوي اللي كان يتكلم، فأرسطو كان يقول الأشياء تنزل الأرض بحجم ثقلها، يعني شيء ثقيل لو نرمي فيل ولا نملة إلى الأرض الفيل يصل قبل النملة لأنه أثقل. جاء غاليليو وأثبت، ركب برج بيزا بالواقع وأثبت أن الأشياء في ثبات الأشياء طبعا تقع بسرعة واحدة. فتتعجب أنه 2000 سنة الناس عاشوا على نظرية خاطئة ولم يجرؤ أحد أن يناقشها طبعا إلا غاليليو. وببساطة يعني كل اللي سواه انه ركب فوق يعني ما حد طلع عليه، انه ركب فوق برج بيزا وفي يوم هادئ من الرياح رمى كتلتين مختلفتي الوزن واثبت انهم يصلان بسرعة. غاليليو طبعا وقفت للكنيسة، وكان في ايطاليا في ذاك الوقت شيء اسمها مكاتب تفتيش، وهي عنيفة جدا وحاكمة غاليليو. طبعا اللي هاجموا يعني اللي آلم غاليليو ان هاجموه ناس، يعني حتى الجماعه طلعوا في المسيحيه جديد كانوا يسموا اللوترينز، الجماعه اللي هم اباء البروتستانت فيما بعد، يعني ناس غيروا وهاجموا الكنيسه الكاثوليكيه وتعنوا الكنيسه الكاثوليكيه. وكان رائد لهم واحد الحقيقه اللي كان رائدهم ما كان مارتن لوثر الهولندي اللي كنا نسمع عنه، كان في واحد ثاني اسمه كالفن. والكالفينزم ما زالت موجودة يعني وان ما تمارس ككنيسة، وكان رجل يميل للعلم تقريبا يشابه سبينوزا اللي. فكالفن هاجم حتى غاليليو، وكانت هذه الضربة الموجعة اللي ضربت غاليليو. ف
وقبل جاليليو كان سبيتورو العالم المعروف قتل وأحرق قبل 14 يوم من محاكمة جاليليو. جاليليو خاف يعني قال لا خلني أسلم. راح طبعا هو أيد نظرية كوبرنيكس. وتتعجب يعني الحقيقة تتعجب كيف الواحد يتعلم إذا كتب كيف الناس العلماء يغزلون السلطة الدينية. كوبرنيكس قبل بولندي معروف جاء قبل جاليليو. والصراع طبعا كل القصة كانت مو بس على الحجر اللي ينزل أو يطلع على أرسطو، كان الحجر توصلها بعدين وتأييد جاليليو القضية إنه يا جماعة الأرض مش مركز الكون، الأرض تدور على الشمس. واخترع جاليليو نفسه منظار، لأنه سمع أن في واحد هولندي اخترع منظار وأثبت عن طريق القياسات الرياضية وسير الأفلاك أنه لا الأرض هي تدور على الشمس. كوبرنيكس البولندي وكان أيضا راهبا، كان أيضا رجل دين، اكتشف الحكاية. لكن ايش سوى؟ راح غلف الكتاب ونظريه وكتبها وطبعها وقدمها بشكل قشيب الى البوب الى البابا في ايطاليا في الفاتيكان، وقال هذا انا يعني فرضيات اقدمها لك لان بس نشوف ان قد الكلام مو بصحيح، لكني يعني دراساتها بتشوفها. فقبلها البابا ودرس وامر في تدريسه. فكوبرنيكس عرف في مشي طريقة إلى أن تغير الكهنوت الموجود في الفاتيكان وأوقف الكتاب. جاليليو ما عنده الحنان هذه، واضطر وطبعا وهم حتى ما يبون يكررون قضية كوبرنيكس، فحرقوا الرجال اللي قبله مسكين. فالرجل جاليليو اكتئب جدا واعترف انه والله الكلام اللي قاله خطا، وانه تراجع عن نظريه كوبرنيكس، وانت لا يا جماعه والله الارض هي اللي الشمس هي تدور على الارض وحنا ثابتين وحنا مركز الكون. واكتئب وذهب الى بنته ماري. والقصه الجميله ان العلاقه بينه وبين ماري، فكانت ماري يعني برا بابوها ومن ابر البنات في ابوها، والاب من 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 شدة تعلقه في العلم وفي النظرية وفي الاكتئاب صار حزين وصار عنده اكتئاب نفسي، فصار يبكي كل ليلة، يبكي على حضن بنته ماريا. وكانت ماريا تحكي له قصة كيف العالم الكبير اللي اكتشف ان فعلا الأرض خطأ، وكانت تعطيه أوهام وقصص كأنه فعلا انه الناس اعترفوا انه انت والله انت الصح والناس هم الخطأ واكتشفوا. فكان ينام هنيئا على حضن ابنه. ثم في يوم من الايام قال لها انا سعيد وبكى، وحضنته وبكت ايضا حتى ماتت. هذا اليوم اللي قال في جاليليو ارسل لاحد اصدقائه وقال كان هذا يوم انتهى في جاليليو، فذهب وكتب كل قصته وكتب نظريته الحقيقيه واجابه العالم أن النظرية صحيحة وأيد كوبرنيكس بفضل البنت هذه. وبعدها طبعا كان مريض إلى أن مات. أنا باقي 5 دقائق وكتب واجد. طيب الكتاب الآتي هو الذي قال عنه أبو حامد الإسفرايني في عام 1406 هجري 1015 ميلادي، يقول لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل عليه لم يكن ذلك كثيرا. والكتاب هو هذا التفسير العظيم جامع البيان عن تأويل آية القرآن. هذا الكتاب الحقيقة نقلني نقل عظيم جدا، وإن كان صعب ومتقعر وشديد الصعوبة، والحقيقة الآن أعترف أن قد أكون في 2% منه، لكن نقلني نقلة إلى الجانب الآخر من الثقافة، إلى الجانب الآخر من التأصيل. ورجع الواحد بدأ يرجع للكتب التأصيلية وكتب التراثية، ولأن كان يعني دار اسمه كثيرا في كأشهر تفسير للقرآن الكريم، ونعرفه باسم المشهور تفسير الطبري الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، عاش 224 إلى 830 ميلادي. الغريب أني ما عرفت الكتاب هذا أيضا من الطرق التقليدية،
وعرفت ايضا قصه اخرى ما يتعرفونها عن 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 الكتاب كلنا نعرفه الان. لكن حتى عام 1900 ميلادي لم يكن يعرف هذا الكتاب ولم يوجد واختفى عن وجه الارض. ما تعرفون الكلام هذا ولا لا؟ وهنا يعني انا عندي خمس دقائق على المستشرقين، كلام يفيض على المستشرقين، هل المستشرقين ضار بالكامل ام نفع بالكامل ام بين بين؟ الحقيقه نودلكي المستشرق الالماني الهولندي الالماني هو الذي قال انت يا مفسر عظيم عنده كتاب عظيم واسمه الطبري، وهالكتاب لو وجد لاغنانا عن كل تفسير القران الموجوده حتى الان. بحثوا عن كتاب وبحثوا لان كان الكتاب كيف عرف الكتاب؟ لأن توجد من الشذرات هنا وشذرات هناك ومخطوطات هنا ومخطوطات هناك، ولكن الكتاب ككل اختفى اللي الان الجميع يعرفه ويأخذون بالبداهه كانه موجود من البدايه. المستشرقين هم اللي بعثوا عليه. لما بحثوا وين لقوا الكتاب؟ طبعا انا قريته في المراجع الانجليزيه. الكتاب حسب كلام البلجيكي المستشرق الشهير جولدسهر، وحاولت ابحث وسالت وما حد اعطاني حتى الان، ولعل واحد يفيدني، وجد الكتاب كاملا مخطوطا كاملا في مكتبه امير حائل عام 1912 ميلادي كاملا. شلون وصل حائل؟ شلون جاء؟ شلون غريب. فاخذوا المصري اخذوا المستشرقين، وقتها وصلت مطبعة بولاق في مصر وطبع أول مرة كتاب الطبري. فطبعا عندي أشياء كثيرة طبري بس الوقت ما يسعفنا، صح يا دكتور؟ طيب بس خلني أقول لك عن كتاب عندي والله أشياء كثيرة. عندي شيء عن اليورجن تفنشي لكن ما تخليني. أبغى أقول لك عن كتاب اللي جايب وياي اللي اسمه شانترام. شانترام هشام هنا. شانترام هذا كتاب قرأته خمس مرات، 1000 صفحة. حتى الأخ هشام هنا موجود حلف علي لا أنا أشوفه وياك من تجي وأنت ماخذ وياك تأبط فيه. وهو هو اللي شايل الكتاب هشام. بعدين قلت له خلاص يا هشام ما عاد عندي كتاب، ولا يدري حتى الان اني رحت شريت كتاب ثاني، وهذا كتابك يا هشام ما قدرت اخلص منه، فاخذت كتاب ثاني للقراءه وخليت هذا مرزوز اذا جاء هشام يشوف المكتبه اني ما عاد اشيله، لان الكتاب صاحب قصه وراء قصه. هذا اللي كتب الكتاب هذا شانترام واحد من أكبر المجرمين على وجه الأرض وقاتل ومبيض أموال وسفاح ورجل عصابات أسترالي اسمه غريغوري ديفيد روبرتس. أنا أتصل وياه بالإنترنت في الطريق كل يوم. واحد من أعظم من كتب الإنجليزية إلى يومنا هذا. أفضل ما كتب الإنجليزية رواية وأسلوبا وتشويقا وواقعا وواقعية، حتى انه اعظم روايه كتب عنه الديلي تايمز تقول ان اعظم روايه تحدث للانسان. وعندي صديق اسمه روني ميدلتون في البحرين وقال لي هذا يا اخي كتاب والله قريته انا واعتقد انه بيصير الان ماي بايبل، بيصير انجيلي. هذا اللي كاتبه قلنا مجرم وعربيد وقاتل ورجل عصابات ومرتزق ومهرب مخدرات ومنظف اموال وممثل سينما في بوليوود في الهند، عاشق وعاشق مستهام، من اعظم ما تقرا في الرومانس تقرا في الكتاب. مطارد من انتربول، حارب مع طالبان في افغانستان، عاش مع المشوهين الهنود والمشوهين، وعرفني كيف يعيشون الناس في بومبي وفي الهند وكيف تقاد الاداره، يعني اشياء يعني تذهل كما تقول شهرزاد لو تكتب بالإبر على ماء أقل بصر لكانت عبرة لمن اعتبر في الليلة وليلة.
فهو كتاب كان المفروض اعرضه بس ما حيخليني الدكتور. اعظم تعرف على واحد اسمه عبد القادر خان، مش عبد القادر خان حق باكستان بس والله مثله يعني، وقاد وعلمونا كيف طلع الطالبان وكيف حارب الطالبان وكيف كان تمول طالبان، في قصص ما نعرفها احنا. عشان كذا لما كنت اقول يعني اليوم لما كنت اقول يعني المفروض عندنا اداره لوجستيكيه اليوم ولا اقرت في الشورى، ان في اشياء يجب ان تعرف، في اشياء يجب ان تعرف عشان تدير تعرف الدوله كيف تعيش فيها. ما تروح سفير بس عشانك سفير، في قنوات ما ندري عنها هي اللي تحرك المجتمعات. هذا الرجل طلع الهند من جديد. عبد القادر خان واحد من اكبر، غريبه، اكبر تجار المخدرات في الهند، وما يخلي صلاه ويقول المخدرات مش حرام، وهو اللي مول طالبان. هذا ملحد. غريغوري ديفيد سميث يسمونهم ايثيست، يعني ملحد، ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بشيء، لا مسيح ولا. قعد وياه في صافيه قاعده وشرب حشيش، هو عبد القادر خان في 15 صفحه، 15 صفحه قاعد يشرح لعبد القادر خان كيف الكون صار. وهذا الرجل كل يوم يقول له كمل لي، المجرم العربيد الكاتب الفظيع يقول اصبحت تلميذا صغيرا امام عبد القادر خان، ويشرح كيف تكونت الاكوان. وبعدين سال السؤال الاخير، قال له وين جايب الكلام؟ قال من القران. وهذا يشرب الحشيش مستانسين ومبسوطين. الرجل هذا كان يعني ما اعترف انه اعتنق الاسلام، لكن كل قبل حتى في كتاباته كان مع الاسلام والمسلمين. انا بقرا شيء بس ترجمته بالانجليزي. لما عرف قادر باي خان، يسمونه عد باي يعني سيد باللغه الهنديه، في يقول ارسلني، شوف شو يقول، انا نقلها بالانجليزي لن تكون طبعا في روعه نص الانجليزي. يقول ارسلني قادر باي خان الى خالد الانصاري، خالد الانصاري هذا واحد فلسطيني في بومبي، لأتعلم منه فنون سوق المال السوداء الذي أعطاني الفرصة السانحة الوسيلة كي أكون ما لم أرد أن أكونه أبدا. حتى سنة مخلي شيء وما خلي شيء، بس ما يبغى يصير مجرم محترف، يبغى يقتل يوم يسرق يوم يرقص يوم يصادق يوم لا أن أكون مجرم محترفا. ولكني شعرت بالسعادة الغامرة يوم صار مجرم محترف استانس، وشعرت بالسعادة بأني محمي من قبل هؤلاء الأخوة، يسمي قادر خان يسمي خالد الأنصاري اللي هو الفلسطيني أخواني. لقد كان خالد أول أستاذ لي، وكان من نوع من الرجال الذي يحمل ثقل ماضيه. شوف التحليل النفسي عند الرجل المجرم الهارب القاتل، يقول إيش؟ وكان من نوع من الرجال الذي يحمل ثقل ماضيه معه أينما حل، يحمله بعينيه المتقدتين كمشاعل المعابد، ويغذي طاقة نيرانه كسرات من وقود قلبه متشظي. لقد قابلت من قبل رجالا مثل خالد في السجن، في ساحات المعارك، في أوكار الجريمة، ومختليات مرتزقة، ولقاءات المنفيين. كلهم يحملون صفة مشتركة بينهم، هم قساة، لأن هناك مواقد للقسوة في أعماق أسوأ الأحزان. وهم موثوقون، ما يكذبون، وهم موثوقون لأن حقائق الحياة الفظيعة التي شرخت وجودهم تجعلهم لا يستطيعون أن يكذبون. إنهم غاضبون لأنهم لا يستطيعون نسيان الماضي ولا يستطيعون القدرة على الغفران. وهم وحيدون. كلنا نعتقد أننا ونتظاهر عندما نعيش معنا بأنه يمكننا المشاركة، ولكن هذا لا يكون، لأن كل واحد منا في جزيرة مهجورة. وهؤلاء الذين مثل خالد كمن ألقوا في تلك الجزيرة، واستخدم كلمة إنجليزية ما يستخدم عتاة اللغة في عتاه، يعني استخدامه وذوقه وطريقته، مع انه اول مره يكتب، استخدم كلمه ماروند. وماروند كلمه جميله اللي يقرا في الاصل في الكتب الانجليزيه، جميله جدا، لان تنقلك لعصر القراصنه وعصر سرقه العبيد من افريقيا وترحيلها من افريقيا عبر السنغال وعبر الى اسمه الاستعمارات الجديده. فاللي ما يبونه يرمى في الجزر، فطلعت كلمة مارون، تو مارون هم من آيلاند، أنه يرمى مهجور في الجزيرة الوحيدة، فما يقدر يتصل بعد. فيقول عشان كذا الكتاب كان آخذ أساليب العقل، هم دائما معزولون ووحيدون. خلاص؟ ولا في شيء أخير؟ أظن إيه؟
بس بقول لك اخر شيء انه عشان يعني تلطف الجو من اخر الاشياء اللي قراتها واحد هو دمه خفيف اسمه ستيفن برايس. ستيفن برايس هذا من الناس المثقفين والشعراء وله مصايب مشاكل في امريكا ومن الناس اللي يسمونهم ستاندينج كوميديان الناس اللي يحب يلقي النكات واقفا وله حتى مؤلفات في اكثر من علم فالف كتاب الأخير يقول لك كتاب أكثر أشياء إضحاكا حصلت فأورد بعض الحكم أنا قلت حكم يسميهم هي كلها خرابيط يعني كل الناس المشهورين بأمريكا فأول واحدة قال واحد مشهور قال السياسة تعطي للشخص قوة استثنائية يجعلهم يتصرفون ببداءة مع النساء أنا متأكد أنني لن أفعل ذلك أبدا في حياتي. من اللي قالها؟ كلينتون. كلينتون طبعا قبل 40 قام خرب. أما دونالد رامسفيلد اللي كان وزير دفاع أمريكا قال لا نعطيكم أرقاما يقول الصحفيين لا نعطيكم أرقاما فالأعمال الذكية ليست من اختصاصي. طبعا هنا فيه مواراة باللغة الإنجليزية. وش قال؟ قال intellectual works. intellectual sorry intelligent works. intelligent قد تصير الأشياء الذكية وقد تصير أعمال مخابراتية. فهو أخذها على وطبعا هو كان غبي أساسا. فيقول لنا أعطيكم أرقام في الأعمال الذكية ليست اختصاصي. بوب دور الأمريكي اللي خبر الدنيا لأنه كان تقدم انتخابات. شو يقول؟ يتكلم مع الناس وبعدين بيسوي روحه مثقف. يقول انا مثل ما قال جزرائيلي كان البرايم كان رئيس وزراء بريطانيا في الثلاثينيات مشهور فعلا ورجل يعني قد كان يعني يمكن اشهر من تشرشل لو ما الظروف فيقول مثل ما قال جزرائيلي لا اتذكر ما قال جزرائيلي قال شيء هو دامت لعنه ما عاد بمعناه هذا فسجلها عليه وفي ممثله مشهوره طبعا متدايم الشقر يضحكون عليهم فيقول اسمها بيتي ديفيز فسألوها في المسابقات عندهم مسابقات يجيبون فيها الممثلين والمشهورين ويعطونهم فلوس فيقولوا ليش العفوكم طبعا هنا العفو يعني قالوا ليش المياه العين دموع العين مالح ايش قالت؟ قالت هي بسيطة لأن قناة الدمع مربوطة بالمثانة عيب طبعا قالت كذا بريتني سبيرز خلاص والله خلاص بريتني سبيرز راح يخبره مع مثلة ثانية تقول كل ليلة أقرأ كتاب كل ليلة قاعد في مؤتمر عشان ما أفكر أما واحدة ثانية اسمها باريس هيلتون صديقة زعلانة على واحد صديقتها قالت أنا عقدت وياها اتفاق تقول اتفاق شفهي والاتفاق الشفهي لا يسوى الورق الذي كتب عليه لأنهم يكرروا الأشياء ما يفهمونها أما كريستين كويليرا اللي هو بعد الحين مغنية كبيرة تقول يا جماعة طيب يا جماعة مهرجان كان السينمائي وين بيصير فيها السنة يعني مثل يسأل يقول الجنادرية وين بيصير فيها السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لنجيب الزامل على هذه التطوافة الجميلة وقبل أن نبدأ بالمناقشات أحب أن ننوه إلى أن الصلاة سوف تكون إن شاء الله جماعة بعد نهاية إن شاء الله تعالى اللقاء وأيضا باسمكم جميعا أحب أن أشكر حقيقة